بشكل عام كل من تجاوزوا ثلاثة أشهر من حصولهم على جرعتهم الثانية إذا حصلت إصابة ف في الغالب بإذن الله ستكون طبعا مع وجود مستويات المناعة بدون أعراض أو أعراض خفيفة ويسيرة وبإذن الله ستحمي من المرض الشديد أو الحاجة إلى رعاية طبية متقدمة بإذن الله وهذا من أهم فعالية الحصول على اللقاح لو وقعت الإصابة فبعد التعافي منها مباشره ما دام مر ثلاثه اشهر من الجرعه الثانيه يستطيع مباشره الحصول على الجرعه التنشيطيه